الكرام لمزيد بالتحليل جلسة اليوم وأيضا الأوضاع الاقتصادية والخاصة بالبورصة بشكل عام. يسعدنا أن ينضم معنا بالاستديو مدير عام لشركة الجمال للسيارات المالية والاقتصادية الأستاذ ناصر النفيس. أستاذ ناصر أهلا وسهلا فيك معنا. حياك الله. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ ناصر يعني صدفة، هم دائما يقول أستاذ ناصر أنت متشائم، وصدفة اليوم عاد ويانا أنت بالسوق يعني حدة نازل، فإن شاء الله ما يصير ربط بعد بهذه الشهرة. فودنا اول شيء نعرف وجهه نظرك، شو اللي صار في جلسه اليوم؟ هل هذا كان متوقع؟ يعني هذا الانخفاض الكبير، يعني حتى مو بالنسبه للنقاط اللي خسرها المؤشر، لكن شوف اليوم احنا عندنا بس 14 شركه مرتفعه. وطبعا اللي يقلق من وجهه نظرنا هو يعني انخفاض المؤشر الوزني، نعم، بدرجه اكبر من انخفاض المؤشر السعري. صحيح. ولان اصلا المؤشر الوزني ما كسب نقاط كبيره كما كسبها المؤشر السعري في الربع الأول. فيعني أمانة يعني خلينا نكون واضحين، يعني يعني نتكلم عن الشركات الكبيرة فيها ارتباك داخلي بعضها، نعم، وفيها عدم وضوح ونقص في الشفافية، لا أقول انعدام في الشفافية لكن نقص في الشفافية، نعم، مما يؤدي إلى يعني مفاجآت غير سارة في بعض الأحيان، وهذا يعني حدث وسيحدث، فبالتالي المتداولين يخشون المستقبل. يعني شنو شيء مفاجآت غير سارة؟ يعني على سبيل المثال بيتك، يعني ما يخفى على الجميع الجدل والنقاش الحاد، ويعني كان أمور يعني الأمور طيبة فيما يراه الكثيرين، لكن أظهرت يعني الواقع أنه غير ذلك، يعني ليس في جميع النواحي على أساس في جزئيات محددة. يعني يعني سيد ناصر، هل الخلاف اللي صاير بيتك يعني إداري بحت يأثر على بيانات المالية وأرباحه وأداء يعني البنك بشكل عام؟ نعم، هو يعني شلون؟ أنا أقول لك وعندنا مثل واضح آخر سبق بيتك اللي هو زين، لما يعني كان هناك صراع مثل ما تعرفون بين عدة أطراف، وبشكل أو بآخر الإدارة التنفيذية تنشغل بهذا الصراع. لا نقص على روحنا نقول هذول خلهم يتهاوشون المساهمين وإحنا خلنا نشوف شغلنا، هذا طبعا يا ريت يصير. وهذا كل ما نسأل إدارة تنفيذية عن سعر يعني السهم بالسوق دائما يقول احنا كإدارة تنفيذية ما لنا شغل بسعره، وطبعا هذا كلام صحيح انا اتفق معه. فالجو غير المناسب وغير المواتي ما بين يعني الملاك يؤثر على نفسية التنفيذيين في الشركة، والذي يؤثر بالتبعية على أداء الشركة. فهذا حصل فيه زين، عارف شلون؟ يعني لان احنا يصير عندنا يعني نظام عناد وقط وعمدنا نزله. طبعا هذا وارد، بس انا ما اتكلم عن يعني مثلا زين ولا بشكل عام، يعني يصير عندنا طبعا طبعا هذا من الثمانينات، يعني انه يصير يعني عناد وتكسير يعني عظام كما يقال، وسحق الاسعار الى ادنى مستويات لتصفيات حسابات شخصيه على حساب المصلحه العامه. هذا الشيء الحين قاعد يصير بسوقنا الحين في جلسة اليوم، يعني الجلسات الأسابيع هذه قاعد يصير ولا لا؟ لا ما أتوقع. ما أتوقع البيع وين قاعد يعني المشكلة؟ البيع من حالة القلق يعني الموجودة، يعني أول شيء يعني الإحصائيات واضحة عندنا مركز الجمال للاستشارات الاقتصادية أن الأرباح انخفضت ب 17% 2011 عن 2010. مجمل الشركة. إيه نعم، إحنا تفاجأنا ليش انخفضوا. طبعا احنا نشيل ارباح صفقه زين وارباح تقييم هذا نطلعهم برا، الاستثنائيه نشيلها من الصوبه. فهذه 17% هذه اكثر من 180 مليون دينار. يعني احنا تفاجئنا، قلنا اذا يصير انخفاض اقصى شيء 5%، لان على قولتهم الأسوأ انتهى. لكن وهذا ما يقولونه كبار مسؤولين الشركات. لكن بالاونه الاخيره 1/4/2/4/30/3 على قولتهم اعطونا دلاقيم خسائر الشركات. حتى انتم انصدمتوا فيها؟ طبعا، لان ذيل المسؤولين عن هالشركات ما راح نقول بالاسم وعدونا كذا مره ان هذا خاتمه الاحزان. حتى احنا تسالنا قلنا شو اللي صار بالضبط ب 2011 اللي صارت الخسائر يعني بهذا يعني الارقام الهائله، شو اللي صار يعني؟ هو طبعا يعني في ناس من قالوا للامانه ان المعايير المحاسبيه، وانا ماني ضلع فيها، لكن اذا
الخساره زادت من 30% لاصل تدخل الحين شيء كذي يعني محاسبيه. نعم. فهل هذا هو السبب؟ لا مو السبب الرئيسي. شنو السبب؟ هذا سبب ثانوي. السبب الرئيسي ان المشاكل في بعض الشركات اكثر مما كنا نتوقعه. احنا مو الكل نصح الشركات في 2009 ان استفيدوا من هذا النزول وقولوا كل اللي عندكم وخلصوا. ايوه وهذا اللي حصل في 2009 و2010. طيب ويعني توقعنا ب 2011 ان تستقر الامور. صح. لا استمروا بالخسائر العملاقه غير يعني خسائر مرحله يعني ما اعلنوا عنها ولا لا شيء جديد طار. لا معظمها بالربع الرابع. يعني البعض طبعا يقول ان هذه يعني ظروف عالميه واستثنائيه واحنا ما لنا شغل. هم انتعشوا وخلاص عالميا. الشغله الثانيه طبعا هم شماعات يشتغلون عليها. الشغله الثانيه يقول لك خلاص بننظف الدفاتر وخلاص من الربع الاول نطروا الارباح زينه. هذا الحكي هم تكرر وما صدقوا فيه يعني في السابق. فرد نقول ان يعني القلق يعني سيد الموقف. لكن نرد نقول ايضا انه عاد ما يصير نبالغ. ما يصير نبالغ ويعني يعني مشاكل في شركات محدده وليس في السوق ككل. فيعني بس هذه الحاله النفسيه نتمنى ان يعني تنتهي مع مرور الوقت، الوقت القصير وليس الطويل. ان اوكي هذه فيها مشكله وهذه فيها مشكله، خلينا نلتفت في شركات فيها اداء جيد. في شركات مظلومه بالسوق طبعا. طبعا ما في كلام. يعني احنا ننتقد يعني التداول المصطنع والوهمي على الأسهم الصغيرة بشكل عام وانتم عارفين، لكن في أسهم صح أنها سيئة لكن مو لهالدرجة، فتعدل وضعها في الربع الأول إلى حد ما وتعديل مستحق وليس مصطنع. هذا بعض الأسهم وليس كل الأسهم. طيب سيد ناصر بكل صراحة احنا الحين هنا المفروض اللوم أكثر شيء مجالس إدارات الشركات ولا مكاتب التدقيق؟ طبعا هي المسؤوليات على الجميع. نعم بس أنا قصدي لو ما مكتب التدقيق احيانا قاعد يتواطأ مع بعض الشركات ما صار اللي صار. طبعا في شواهد موثقه ودامغه عن تواطؤ بعض مكاتب التدقيق في عمليات اجراميه في الشركات المدرجه وانتهت بكرتون. قالك وين شركتنا؟ قال هذه كرتون اخذها. صح. هاي شركتك. هذه مدرجه بالملايين. قال ايه هذه كرتون مع السلامه. هذا المدقق متواطئ مع اداره الشركه في نهب الشركه. وفي كذا حاله يعني، لكن ما هم يعني بالعدد المهول يعني على اساس حتى لا نبالغ. والمدققين متفاوتين يعني بالكفاءه والنزاهه ايضا لا نظلمهم. انا شخصيا ترى مدقق حسابات فلا تطب فينا بعد يعني كلنا. يعني لكن هناك قصور رقابي في مراقبة أداء مدققين الحسابات. يعني من أمرك من نهاني بدام. نعم. إذا وزارة التجارة لا تدقق عشان شيء سيد ناصر نلاحظ نسمع حتى المحللين والمسؤولين يعني يقول لك احنا نشكك بالقيمة الدفترية، نشك ليش؟ يعني لو ما يعني صار في عدم ثقة بالأرقام الرسمية الموجودة. هذا صحيح وفي محله. وانتم أيضا يعني الجمان ذكرتوا هذا الموضوع. نعم. أن أنتم أيضا تشككون في الأرقام. نعم هذا صحيح واثبت صحته. لكن الرد نقول مو كل شيء على اساس ما نعمل. لا طبعا هو ماكو تأمين. نعم. يعني مثلا الان القيمه الدفتريه لسهم معين مثلا 200 فلس. يعني يتداول الان ب 100 فلس، فمن المنطقي يقول لك هذا سهم مظلوم. كارقام اوليه. بس ال 200 فلس فيها شكوك ان هي مبنيه على تقييمات غير موضوعيه. فعلى طول مثلا اعطوك خساره 30 مليون دينار بالربع الرابع انخفضت من 200 فلس القيمه الدفتريه الى 150، فصار الان سعر السوق فعلا منطقي. نعم. الغير منطقي هو القيمه الدفتريه. وبعض الاحيان القيمه الدفتريه تكون عادله ومنطقيه وسعر السوق غير منطقي ويتعدل مع الوقت. ففعلا هناك عدم مصداقيه لبعض القيم الدفتريه للشركات المدرجه. هذه شنو معناتها؟ ان الحسابات غير دقيقة من ناحية المهنية من ناحية المحاسبية وفقا للمعايير الدولية. يعني هذا نروح الرد احنا على المكاتب عموما. طبعا بس ما نحملهم المسؤولية لحالهم. طبعا لا ما يتحمل حالهم بس طبعًا. يعني هم يعني افتحوا المجال خلينا نقول. اي طبعا يعني شوف يعني هي يعني مثلا هيئة سوق المال يعني وليدة لكن مسؤولة سوق الأوراق المالية
سوق الأوراق الكويت الأوراق المالية مسؤول، أيضا البنك المركزي مسؤول، إدارة الشركات المساهمين إذا يسكتون يستسلمون إحنا صراحة نفرح. هذا الأستاذ ناصر كلهم اللي قلتهم الحين من الهيئة للمساهم. نعم. إذا أنا شركة ومدقق حساباتي وأنا مقيم لك أصل بمئة مليون وهو أساسا بخمسين مليون، كل هذيل شلون راح يدرون إن هالأصل مفروض بخمسين مليون؟ كل اللي قلتهم. نعم. شلون راح يدرون؟ لا هو طبعا يعني شوف انت يعني يعني اللي يتلاعبون على القانون واللي يعني يضحكون على الناس واللي يغشون على الناس يعني هذا موجودين في كل العالم. طيب وبالتالي ممكن اي واحد حتى لو كان يعني انا قصدي احنا كلنا نقول الهيئه والاداره السوق يعني انت وصلتها للمساهم. نعم نعم. بس قاعد اقول لك في يعني في امور هذيل انا احس يعني مظلومين يعني احنا قاعد نحملهم اكثر من طاقتهم. طبعا المساهم بالدرجه الاخيره. طيب اي طبعا مسؤول لكن بالدرجه الاخيره لانه هو راس الهرم الان رقابيا الهيئه. طبعا اذا انا جايتني ميزانيه مدققه من مكتب معتمد وهذا التقييم خاطئ بتمر علي انا شو معقوله بروح انا عند شركه اصل وبييب لجان إعادة تقييم فيها يعني ما أدري شنو حلها بس أهم لا فيها حل الآن بس يحتاج وقت ويحتاج صبر. إلا هو شنو الآن أول فوضى كل من يقيم يعني مكاتب العقارية الآن في اتجاه إنه لترشيد عمليات التقييم مو أي واحد لازم يكون معتمدة. معتمد طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين مكاتب التدقيق الآن عليها شروط من هيئة أسواق المال. البعض يقول مجحفة بعض يقول غير مجحفة. أنت شو تشوفها؟ أنا أشوفها مجحفة بشكل عام لكن تحتاج يعني تخفيف لكن مو بالدرجة اللي طالب فيها البعض الميوعة والفلتان السابق. تحتاج يعني وهيئة أسواق المال أمانة يعني تعاملت مع بعض الملفات يعني الشائكة بمرونة يعني عدلت يعني ثلاث أربع مواضيع ونتوقع أنها تعدل يعني بعض الأمور. لا هي مو قاعدة تزمت بوايد بقرار. لا لا يعني يعني وهذا المطلوب لأنه هو قانون وضعي ولأول مرة يوضع ولما تحطه على أرض الواقع يصدر مشاكل. نعم. فخير اختبار هو المشاكل هذه أنها تظهر. نعم. وبالتالي تعدلها مع الوقت من اللائحة التنفيذية وبعدين عد يعني بعد فترة يعني لابد أن تكون ليست بالقصيرة جدا حتى القانون ممكن يتعدل مستقبلا. طيب بما موضوع هذا عدم تزمت الهيئة، الهيئة الآن وقفت مجموعة من الشركات عن الإدراج. هل شفنا هذا يعني الإجراء كان صحيح؟ طبعا أبصم عليه يعني بالعشرة لأن في من عارض وقال لا شلون صحيح 100% يعني احنا داخلين كازينو قمار ولا بورصة سوق الكويت الأوراق المالية. قمار خال بثنتين حظك نصيبك. أما البورصة لا أرقام إذا أرقام مو موجودة مثل هال 18 شركة فلازم أن توقف. طيب كل من يسأل شنو مصير الشركات هذه اللي تشطب التصفية إعادة هيكلة شو المفروض؟ لا الآن طبعا واضح المسألة يعني هناك تم إيقاف 22 شركة طبعا ما نتكلم عن السابقين. نعم نعم. 22 شركة أوقفوهم الآن ردوا منهم أربع أو خمس. نتوقع خلال أسبوعين يرد على الأقل يعني عشر ويبقى عشر اللي ممكن يكونون مأزومين. فاللي يصير لهم بعدين ست شهور على الإيقاف يعني تنذرهم هيئة أسواق المال شنو خطتكم شنو إعادة الهيكلة شنو مساهمينكم مستعدين يضخون البنوك ممكن تعيد جدول يعني إذا عندكم حل خبرونا إذا ما عندكم حل وما اشتغلتوا لا أخوي راح نشطبكم. تتوقع في بعد شركات تستاهل شطب ما زالت بالسوق؟ طبعا في الآن شطبوا تسع رسميا وأنذروا تسع آخرين انذروهم ل 31/3 طبعا. نعم. الآن بس احنا ما ندري صار على هذا ما تدري لأن هم يعني حد أقصى 31/3 يفترض في بعضهم قدم في بعضهم قدم طبعا طبعا فبعضهم قدم والآن في طور الدراسة من جانب هيئة أسواق المال للنظر في قائمة التسعة الثانية. نتوقع طبعا جزء منهم راح يشطب بشكل نهائي كما حدث للتسعة وجزء منهم لا راح يكون يعني في مجال لإعادة الإدراج لأن عد الأوضاع المالية يعني مثلا على سبيل المثال الآن المعلن بالإعلام مثلا كفيك أعادت هيكلة وضعها بشكل شامل
ويعني يعني فمن المحتمل انها راح تدرج يعني خلال 6 شهور القادمه يعني. طيب يعني بشكل عام استاذ ناصر الحين يعني من دراساتكم السوق سوقنا بالتحديد يعني ليش يعني هو الحين من الاسواق يعني القليله بالخليج اللي ما انتعشت ما تحركت يعني حتى السوق المصري بعد الثوره وهذا يعني انخفض ورد عدل احنا يعني الاوضاع الاقتصاديه كلها زينه لكن سوقنا مكانك راوح يعني نعم. شو اللي يبي لسوقنا عشان يعني يركب ركب هذا الاسواق الثانيه اللي ارتفعت؟ طبعا يعني مشكله سوقنا الصراحه كان في يعني جروح عميقه بس ايش معنى بس سوقنا؟ طبعا لان كان ما في يعني ما في ضبط ولا ربط يعني كنا فلتانين على الاخر كل اسواق احنا كنا اكثر سوق فلتان يعني طبعا بالخليج درجه الامتياز الاسواق الاخرى فيها تجاوزات ما في كلام لكن بدرجه مثلا 50% السيء فلتان يقولون احنا صدرنا بفلتان بعد طبعا احنا اصلا احنا صدرنا مجرمين للأسواق الأخرى وهذا حدث حتى بالسوق الأمريكي لكن يعني تم وضع حد له احنا للأسف كنا نخرج الكويت دولة الكويت بالستينات والسبعينات مفخرة من رجال الأعمال وكانوا نشطوا منطقة الخليج بالكامل أرى شلون الآن للأسف عشان بعض الرموز ما أقول كلها يفشلون صاروا يعني مجرمين محترفين وليس في الكويت انتقلوا إلى أسواق أخرى وإن شاء الله يعني هذا راح يتم عشان شيء صار فيه جرح عميق على طبعاً في طبعاً سوقنا الثقة لكن أنا أبشر يعني من وجهة نظري نتكلم بالأمور السلبية لازم نتكلم بالإيجابية حتى نكون منصفين الأمور الإيجابية أنا أراها قوية هم ملفين الأول هيئة أسواق المال طبعا هيئة أسواق المال انضربت ضرب مبرح هناك شرذمة لا تريد النظام والقانون فتم يعني عرقلتها بشكل سافر وتسييس أمرها والحمد لله الآن يعني تعافت واكتمل طاقم المفوضين وبدأوا يشتغلون لو ببطء لازم نعطيهم وقت فهذا ملف الحمد لله احنا مطمئنين له في صالح البورصة جميل الملف الثاني هو السياسي طبعا السياسة تأثر على الاقتصاد فالآن الحمد لله مجلس أمة جديد ومجلس وزراء جديد لابد من المناوشات والإشكالات هاي لازم نتوقعها لكن أفضل من الوضع السابق والسوق تشرب هذا الموضوع إيه لكن الآن الدور على الشركات نفسها يعني هي يعني يعني إنه تستفيد من المعطيات الإيجابية تعدل وضعها طبعا بمساعدة من البنك المركزي من هيئة أسواق المال من يعني المجتمع الاقتصادي بكل مكوناته نعم. فهناك إيجابيتين كبيرتين نحن سعداء بهما وهم يعني الوضع مو سوداوي وايد لا 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 يعني طيب. أمانة يعني ويعني وإذا استمرنا بالنهج هذا إن شاء الله الأمور راح تكون إلى أحسن ولو بشكل تدريجي بشكل سريع في تقرير كان الجمان تكلم عن موضوع الاستثمارات مسألة التأمين الاجتماعية في الشركات الموقوفة وأن وكل بيتكلم أنه 250 مليون دينار تقريبا هل تتكلمتوا من هالجانب قاعد تعيبون على هذا الاستثمار ولا بس قاعد تشيرون له ولا نعم شنو بالضبط طبعا احنا أي مستثمر نشط بالبورصة احنا نتعرض له بالنقد وبالمدح ما في مشكلة ما في هذا حقنا وهو لازم يتحمل وناس يعني موافقين على هالطرح وناس معترضين كيف هم واحنا نحترم طيب. جميع وجهات النظر جميل. التأمينات من الناشطين الأساسيين صح. في سوق الكويت الأوراق المالية واحنا كتبنا عنهم أكثر من مرة وكتبنا عن الأمانة العامة للأوقاف وكتبنا عن الهيئة العامة لشؤون القصر وخلافه هل أنتم يعني تشوفون كمركز مال انك استثمارهم في هذه الشركات كان خاطئ؟ شوف طبعا يعني انت ما ممكن تحكم يعني بدقائق خاطئ ولا غير خاطئ. يعني وجهة النظر الاوليه تقول نعم هناك يعني اختيار غير موفق بالنسبه للشركات. جميل. فشركات متعثره ادعموها. انا مضطر اصير محاميهم هنا. على راحتك. هل مركز الجمان أول ما التأمينات شرتها الشركات قلتوا لا هذا استثمار خاطئ
ولا عقب ما وقفوا؟ لا شوف طبعا هذا طبعا سؤال في محله. بعد ذي بدء احنا نعارض تدخل الاموال السياديه في البورصه. صعب هذه يعني استثمار. اي استثمار يعني وانت تدري استراتيجي مو ضاربي. اي طبعا إيه؟ طبعا وكنا نحذر كنا احنا ضد المحفظه الوطنيه. لا المحفظه الوطنيه احنا نتكلم لا غير عن مؤسسه العامه التامينات. لا هي ترى دخلت تامينات ضلع رئيسي في المحفظه الوطنيه. هي وهي العمل الاستثمار. استاذ ناصر بس لا تدخلني بالمحفظه لان الاستثمار المؤسسة العامه التامينات موجود من قبل يعني من قبل يعني يمكن تنخلق هالمحفظه ما لنا شغل فيها. نعم احنا نتكلم الاستثمار هذا قديم قبل المحفظه. نعم صح ولا لا؟ نعم احنا طبعا التامينات الاجتماعيه انتقدنا ادائها من اكثر من سنه من قبل لا مثلا توقف شركه جلوبال اللي خسرت فيها التامينات اكثر من 110 ملايين دينار كويتي. عرف شلون؟ وهذا تكلمنا فيه موثق وكان اكثر من سنه كنا نتابع بالتدريج وكنا ننتقد بس كنا نصفق لها يوم كانت جلوبال بدينار. شوف طبعا هذا موضوع جلوبال اذا تبون حلقه لا ثانيه. لا اقول انا اتكلم مو جلوبال التامينات. نعم احنا التامينات يوم الدار وجلوبال يعني خذوا ارباح هذا في نقول يا خوش استثمار هذا. طبعا انا انت فهمت وجهه نظري يعني احنا لازم نعيب عليها اول ما نشوف نقول لا هذه الشركه مو زينه لكن يوم كنا نصفق لها انه هذا خوش استثمار يوم وقفوا بنقول لا ليش دشيتي فيها هني يعني هني المشكله. شوف انا اعطيك بالتاريخ وبالتحديد. نعم تاريخ 5/11/2007 فوره صح غير طبيعيه والكل يصفق. احنا اول من اطلق تحذير ان الامور خطره في 2008 جميل. والجميع الا من رحم الله يعني جابهنا بالانتقاد اللي لم نقل بالشتائم هاي معروفه صح موثقه فيعني احنا ما نتكلم لا طاح البعير كثرت سكاكين هذا اللي قاعد اي لا اطلاقا احنا نحذر يفترض كمهنيين مو احنا شغل دواوين انت قاعد تحذر من السوق طبعا السوق أي. يعني متضخم كان متضخم يعني هذا رساله لجميع المستثمرين منهم التامينات وقلنا تخفيض المحفظه في وقتها 50% وضجت علينا الناس بشكل غير طبيعي ممكن احنا مشهورين شهرنا زياده من هالتصريح وطبعا يعني البعض لامنا قال تعال استاذ ناصر يا مركز الجمال انت قصيت علينا قلت له شلون قال انت طلعت كان يتكلمون عن 20,000 كان 15,000 6 قال انت طلعتنا من البورصه كاو كمل ارتفع الحين بالربع الاول 2008 قلت له انا ما قلت لك انه بالربع الاول قلت لك خلال 2008 وقبل هذا وذاك انا بشر ممكن اخطئ فكلامي غير مسلم فيه 100% بس وفق معطيات هاي معطياتي فانا حذرت من الكارثه التي حدثت قبل حدوثها بست شهور ووجهت رساله عنيفه وواضحه بس كان تحذيرك وفق معطيات محليه ما لها شغل بالازمه العالميه طبعا ان سوقنا متضخم احسنت هذا انت بدايه كلامك انت قلت لي ايش معنى الاسواق كلها تصلحت بس احنا احنا مشكلتنا اكبر ومشكلتنا منا وفينا فيعني فاحنا نصيب ونخطئ وننتقد للمصلحه ولما نحط انتقاد نحط البديل أكيد. وهذا يعني موثق ورد اقول لك احنا الوحيدين نكاد نكون الوحيدين اللي حذرنا من انهيار البورصه في 2008 صحيح. وهذا ب 5/11/2007 صحيح وانتقدونا واشتمونا خير ان شاء الله اجرنا على الله وحدث ما حدث فاحنا الان البعض يقول لك فوضى ما ادري شلون زين انت وينك قاعد تطبل طول هالمده وفي شركات من غير ذكر الاسامي يوم انهارت البورصه قالت الغلطان واللي ما يفهم اللي يشتري الان 2008 نزلت 20% ذاك الوقت والحين نزلت معظم الاسهم يعني اكثر من 50% فيعني الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا نعتقد ساهمنا الى حد ما في ترشيد القرار يعني البعض يقول تخروعه فيها مصلحه يعني خرعنا يعني الرد على موضوع للمصلحه العامه منها التامينات الرد على موضوع التامينات هم قالوا يعني احنا صحيح ان خسارتنا 250 ولكن احنا هذه يعني طالعين منها ارباح وايد الشركات هذه لها رد طبعا هو إيه؟ كلامهم منطقي في هالجزئية يعني كاد نكون مو خسرانين لا شوف عاد هذه حسابات تفصيلية هم طبعا اتحداهم يقدرون يطلعونها فاحنا لنا المنظور والمعلن طبعا احنا طلعنا خسارة
في 5 شركات ربع مليار دينار، ما تكلمنا في خسارة 21 شركة، هذا بس الموقوفة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لم نتكلم وليس لدينا معلومات عن الخسائرهم في شركات التي يملكون أقل من 5%، مثل زين خسارهم فيها 50% على الأقل. أنا وقت بدأ يداهمنا بس المعلومات، أنت عندكم مشكلة في الحصول على المعلومات؟ طبعا احنا نستقل المعلومات من مصادرها الرسميه والشرعيه، ما عندنا شيء تحت الطاوله. بس قصدي في حتى المصادر هاي في مشكله فيها. طبعا طبعا، يعني سوق الكويت الاوراق الماليه قاعد تاثر على عملكم. هذه طبعا مو عملنا، عمل كل الناس. اي يعني لما قصدي كشركات استشارات ماليه هذا الموضوع بيأثر. يعني اول شيء الملكيات المعلنه وغيرها هذه بطيئه، تتاخر وفيها اخطاء، رقم واحد. بعدين كان مثلا على سبيل المثال تداول البيوع المستقبليه يبثون للجميع واحنا منهم، الان منعوه. ليش ما ندري، يعني عارف شلون. ففي اشياء يعني، موقع الالكترون البورصه طبعا يعني فقير جدا صراحة فقير. بالمقارنه مع المواقع الاخرى. لكن يعني يجب ان ننتقد نضع الحل، وليس انتقاد لمجرد الانتقاد. واحنا قدمنا اوراق لهيئة أسواق المال وسوق الكويت الأوراق المالية بنقاط الخلل اللي شفناها أكثر من والحل مالها لكل. عموما جهودكم واضحة سيد ناصر، وفي فترة وقف المركز، نتمنى إن شاء الله علق النشاط معنا. نعم، فنتمنى إنه يستمر يعني وإن شاء الله يفيد اقتصادنا باللي يقدر عليه إن شاء الله. أستاذ ناصر النفيسي، مدير عام مركز جماسرات الاقتصادية، أشكر مشاركتك معنا. شكرا لك. شكرا. إذا ننتقل بشكل سريع جدا الآن إلى زميلي عايد المتواجد في